فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ من قوله سبحانه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون مشروعية الدعوة إلى الله عن طريق القصص؟ قصص الصحيح لا بأس، إذا احتاج إليه لا بأس، قصص الصحيح، ما هو كل قصص وكل تمثيليات وكل، لا، القصص الصحيح من القرآن أو من السنة، قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستشهد بها، هذا طيب. القصص ما أهلك الله به الأمم الكافرة، قوم نوح وعاد وثمود، يذكر عند الوعظ والتذكير والدعوة إلى الله تحذيرا للناس. القصص الصالحين وما حصل لهم من الخير ترغيب، لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.